مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة مع الفن والإبداع وعالم الكروشيه مع كليا. بدي ارجع رحب بكل مشاهدينا عن جديد، ووصلنا لفقره يمكن بتهم كثير من الصبايا، ومعنا صبيه هي حلوه وشغلها كمان كثير حلو. بدي رحب بنغم صالح من اللاذقيه. اهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. يسعد صباحك. وشو هالشغله الحلو؟ حلا عيونك، تسلمي لي. خلينا نحكي اول شيء، الكروشيه يمكن معروف عنا عند النساء السوريات، بيمتازوا يعني امهاتنا كلياتنا، ما في حدا يمكن ما عنده قطعه كروشيه مخبايه من هو صغير. صح. دائما كان في لمسات استثنائيه فنيه. خلينا نحكي اليوم الكروشيه عن سابقا قد ايه اختلف، وليه حبيتي الكروشيه؟ بتلاقي عاده الصبايا الامهات اللي مهتمين فيه اكثر، الصبايا قليل لانه بده شغل ومتعب نوعا ما شوي. صح. هلا انا خريجه تربيه وكنت من الطلاب الاوائل على الجامعه، بس حبيت اشتغل بموهبتي اللي هي الكروشيه. بلشت فيها من 3 سنين. مو من انت وصغيره؟ لا، بس من 3 سنين بلشت فيها، وحسيت حالي تعلمتها بزمان قياسي. تمكنت من مسكه السناره، وطبعا الكروشيه هو شكل من اشكال الحياكه او لف الخيط بالابر الصغيره. صحيح. بتكون ابره صغيره معكوفه بنلف الخيط عليها. طبعا هيدا المفرش كان اول قطعه انا اشتغلتها كمبتدئه. هي اول قطعه اشتغلتها؟ هي اول قطعه. حزرت. اي تماما. اول قطعه بشتغلها كمبتدئه كان ايه، ولما شفتها انا كثير انبسطت فيها، واهلي وخطيبي كثير شجعوني انه تابع انه شغلي كثير حلو. وصرت سوق على الانترنت. عم نشوف يمكن كمان حتى على الشاشه قطع كثير جميلة وحلوة من الكروشيه عملته النغم. وهي يعني خلينا نحكي لكل قطعة لها قطبي. أكيد. ويمكن التيتات بيعلمونا هذا الشيء، ولكن اليوم صار أهون شوي على اليوتيوب، صرت تكتبي أو على الإنترنت إنه شو هي القطبة المناسبة. هلا أنا خلينا أول شيء نحكي كيف بتميزي او تميزتي بين القطب بزمن قياسي هو 3 سنين، وكل قطبه لشو يعني. هلا بالنسبه للشغل، اول ما تعلمته علمتني مرت عمي. هي علمتني مسكه السناره. هي صعبه لانه بدها وقت، يعني حتى شغل الكروشيه بده صبر وطوله بال كثير. فبلشت انا اتعلم بالقطب شوي شوي ونوع فيها، حتى صارت تجيني افكار انه مثلا ادمج قطبتين ببعض وتزبط معي القطعه. نعم. خلينا نشوف نور خيارات ثانيه. هيدا شو؟ هيدا شال مشلح ظهر بغرزه الياسمينه. اسمها غرزة. عم نشوف القطب كيف مختلفة بالكروشيه. تماما. هلا هون انا مدخلة قطبتين، في اختلاف كثير كبير وجميل، يعني كل قطبة بتحسيها لها لمسة فنية خاصة. تماما. هون دامجي انا قطبتين ببعض، غرزة الياسمينة وغرزة الباف. عطت كثير حلاوة للقطعة. نعم. واكيد اي حدا فيه يوصيكي. تماما. في احجام كثيرة حسب طلب. هلا انا اول ما شفت قلت لك اوف بالشتوية وكروشيه، ففي كروشيه خلينا نقول لإلي وللعالم انه في كروشيه صيفي تماماً. ايضا تماماً. خلينا نشوف في شيء كمان. هذا شتوي بامتياز. نسميك هيدا شو حلوين الالوان. هيدا بطانية بيبي. هيدا شغل ايد بدون سنارة. بيكون خيط على شكل حلقات دائرية بندخلها ببعض وبتطلع هيدي القطعة، وبينحط على الوجهين. هذا بقلبه ديكروم بيكون؟ لا، هذا فرو بالكامل. هذا فرو اسمه بلا سنارة. بلا سنارة. بلا سنارة. واسمه الخيط اليزا بافي فرو. ليك شو مهضوم بالنغم. لكل حدا حابب مثلا من رفقاتك هيك عم يشوف شغلك ويقول لك علميني، شو اول شيء بتعلمي؟ اول شيء لازم يتعلموا انه كيف تتعلموا الصبيه كيف تمسك السناره، وكيف تعمل اول قطبه بالصوف هي السلسله. عرفتي كيف تكون هيك جدوله ناعمه؟ يعني بدها مروني بالاصابع. تماما تماما. بدها مروني كثير، وبدها الصبيه تكون كثير حابه انها تتعلم شغل الكروشيه، لانه قلتي اساسا بده طوله بال وصبر. تماما. عم نشوف معك قطع اخرى، لانه عم نشوف الكروشيه داخل حتى بالاكسسوارات اليوم، مثلا بتلاقي صبيه ان كان حاطه بوند، او بتشوفي احيانا بعض الاكسسوارات عم يتم دخل فن الكروشيه. هيدا الشيء عم نشوفه جميل، وكمان دمج فينا نقول بين المودرن شوي وبين قديش في طقوس قديمه محافظين عليها. خلينا نشوف بعض هي القطع. هي القطعه مفرش طاوله. كمان هاد على ذوقي انا. انا اشتغلت القطبه كلها، والتفاصيل الاستراس مع الوردات كلها. هيك.
مع اضافاتها مع اضافاتها ايه، يعني حسب طلب الزبونه. في زباين بيحبوا يدخلون ساتان بابيونات او ستراس ناعم. هون للصبايا كهي إيه؟ الاصفر الاصفر ايه هون هيدي طاقيه هي بابيون الطاقيه ايه ايه بابيوني هيك بتطلع طاقيه للشعر. في هون كمان مشان الشعرات مشان يطلع من فوق تماما هي مودرن اكثر. في هذا الخيط هذا كمان صيفي جدا مصاري صغير خيط خيش هذا نغم بظل السوشيال ميديا وهو سلاح ذو حدين بفيد ناس وبضر ناس ولكن تماماً. عمليات التسويق لمنتجات الصبايا وخاصة الهاند ميد وخاصة مثلا يلي مو بقدرتهم يفتحوا محل قديش مهم. واليوم قدي صار عندك يمكن زباين من خارج اللاذقية بكل المحافظات السورية وان شاء الله ايضا مشفرك بالعالمية قديش اليوم السوشيال ميديا فتح لك مجال كتجربة شخصية. الانترنت كتير فادني بشغلي من اول قطعة اشتغلتها صورتها ونزلتها على حسابي الشخصي على الفيسبوك صرت اسال الصبايا شو رايكم بهالقطعه كثير كانت تلفت نظر يوصوني بدنا مثلا مفرش طاوله اللون كذا انه اعمل لهم شو ما بدهم حتى في صبايا انه موديل هن بدهم اياه انا اعمل لهم اياه عرفتي كيف في منهم بيسحبوا صور عن الانترنت انه نغم بدنا من هي تكرم عينكم فالانترنت كثير فادني بهالموضوع يعني حتى في بعض الكتب تعلمتها انا عن اليوتيوب يمكن كمان صار مصدر رزق يعني في كثير من الناس مثل ما قلنا الصبايا بالسيدات صار عندهم مشروع خاص عبر السوشيال ميديا بتقدري انا حالك بتقدري انه امكانيات الحصول على محل وامكانيات تفتحي مشروع خاص مكلفه جدا فقديش اليوم كمان بيساعدك ضمن هي الظروف الاستثنائيه ساعدني كثير حتى يعني صار عندي زباين من مختلف المحافظات وبيعرفوا الشغل وبيعرفوا انه قد ايه في دقه قد ايه في جمال بالقطب يعني عم اختار انا انواع قطب فعلا ملفته وحلوه عرفت كيف وبده وقت طويل احيانا بشتغل ساعات كثير طويله تماما يعني حتى القطع بتختلف يعني الطاقيه مثلا بدها نهار الشالات الكبيره بدها ايام مكلف ماديا يعني الاسعار معقوله ضمن غلاء الاسعار اللي عم نعيشه للاسف انا الخيوط يعني كثير سنه غاليه ما بتمنى هيك ابدا ما بتمنى ان شاء الله بتتحسن الاسعار وتنزل ويصير الوضع افضل يلا ان شاء الله يا رب. على الصيف شفنا خيارات كثيره بس لفتني الشوبيات تبعيت البحر كمان خلينا نحكي كيف فينا مثلا هدول القطب انه نحن هيك مثلا نعملها شيء ثابت بيحطوا له شو المواد هذا الطاقيه اللي انا عملتها بهذا الخيط هو هو ثابت هو تمام يعني شكل الخيط هو بيعطي قوام للقطعه لما نشتغلها عرفتي كيف؟ طيب على الغسيل على الشمس على المي ما بيغير لانه نوعيه الخيط اللي عم اشتغل ولا فيها اي قطبه لا نهائيا هون الدقه بالشغل عرفتي كيف؟ هلا القطعه اللي عم اشتغلها انا على الغسيل ما عم تغير في دقه بالشغل ونوعيه الخيط اللي عم جيبها ما بجيب غيرها افضل نوعيه بالسوق في انواع خيوط رديئه بس ما نهائيا ما بقبل اشتغل فيها ما بتعيش شوف يمكن ليها قطع فنيه حتى كنزات يعني تمام للصيف طبات البلوزه اللي لابستها شغلي حلو عم تشوفي يعني في اقبال كثير تفاعل مع الناس تمام في عند الصبايا والسيدات في اي الحمد لله في يعني كثير عم تلفتهم الصور اللي عم نزلها وعم ينبسطوا بالقطع بس يستلموها الصبايا بس عم يستلموها كثير بنبسط هيك نعم نغم يعني طموح الواحد ما بيوقف وبس يتعلم تمام. في قدامه مسير كثير طويل لوين حلمها لنغم توصل ومن بعد يمكن قطع قليله تمام. وقطب قليله رح يكون في منتجات ثانيه اذا الله راد رح يكون في منتجات ثانيه وحلمي اوصل للعالميه حلمي يوصل شغلي لكل بيت لكل صبيه عم تشتركي بمعارض وبازارات ولا بعد اشترك يعني حاطه الموضوع ببالي تماما انه بحب كثير اتطور ما بحب ضل مكاني ابدا نعم لكن لكل حدا عم يتابعنا يعمل لك لايك لصفحتك شو هي صفحتي باسمي نغم صالح وفي مجموعه اسستها حبيت ادعم كل شخص عنده موهبه حلو باسم مجموعه موهبتي بايدي شفت كل صبية حبيت تتعلم ولا كل صبية هي بتشتغل كل صبية عندها موهبة عم تشتغل فيها أوكي. إن كانت رسامة إن كانت بتشتغل بالكروشيه إن كان أي شيء فيها تنزل شغلة على مجموعتي دون أي مقابل مادي بالفترات الأخيرة صار في مجموعات عم يطلبوا مبالغ إنه حرام يعني نحن عندنا مواهب إنه قدروا شوي إنه في صبايا عم يشتغلوا عم يتعبوا على حالهم فأنا حبيت أدعم حالي
وادعم هدول الصبايا اللي عندهم موهبه وعم يشتغلوا عليها. برافو عليكي. وفي يمكن تفاعل وفي تمام. اقبال صح؟ ايه. حتى تفاجئوا بفكره المجموعه. في كثير صبايا حاكوني انه نغم بدنا هيك شيء. يمكن هي نقطه كثير مهمه لانه شفنا جروبات تسوق صار يمكن في نسبه كثير عاليه من المشاركه فيها، صار في اسعار صح. يطلبوا اسعار خياليه لتنزيل بعضهم، مع انه الهدف السوشيال ميديا لا هو تسويق المنتجات ضمن الامكانيات المحدوده، مثلا ما يكون عندك تكلفه ماديه. فهون عم نشوف يمكن كمان جانب انساني وعمل انساني ضمن مشروعك. تماما انا هي فكرتي. أنا هاي فكرتي إنه ما في داعي للمقابل المادي أبداً على السوشيال ميديا، شغلنا عليه خلاص خلونا نتابع عليه بدون أي مقابل مادي. صحيح، والمحبة دائماً بتجيب تمام. والإيد هيك الوحدة لحالها مو منيحة الكل سواء أكيد. وبيرزق الله الكل. يعني بدنا نتشكرك على هالموهبة الحلوة، على قوة قلبك، على شجاعتك، على هالشغل الحلو يلي عم تقدميه. يعني انت مثال لكثير من الصبايا، هن استسلموا لمشاريعهم، ما كان عندهم مبدأ بحياتهم. صح تمام. شكرا كثير لك. وبالختام كلمة بتحبي تقوليها؟ بحب اقول لكل صبية كلمة مستحيل وكلمة لا ما تقوليهم ابدا، حذفيهم من قاموس حياتك نهائيا. اي فكره بتخطر على بالك اشتغلي عليها، اصبري لانه بس تصبري رح تنجحي مره ومرتين وثلاثه وعشرين، جربي اكيد رح تنجحي. اكيد نتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوف لك معارض في السنوات القادمه مهمه. والجميل يمكن مع نغم صالح نتشكرك انه هي كانت الاولى بجامعتها قسم التربيه وفتحت مشروعها الخاص، فيعطيكي الف عافيه. الله يعافيك بكل مشاريعك القادمه. شكرا شكرا كثير لكم. موفقه ان شاء الله، بنفرح فيكي بعرسك وبايضا بنجاحاتك يا رب. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك يا نغم، انبسطنا اليوم معك.